بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عبد الله محمد جلال، من القاهره. ده اول فلوج ليا، اول ما نزله على اليوتيوب بتكلم عن اليوتيوبر اللي هم من اقل حاجه، يعني دي حاجه كبيره سمعت عنها. يعني انا بقالي فتره كبيره، شهر، حصل لي مشاكل، يعني ما كنتش بفتح اليوتيوب كتير، ما بتابعش اليوتيوبر من هم ممثلين كبير، ليدو، توأم، شادي سرور، ستار، نور، نور ستار، تايلر، في منهم تاني كنت بفتح. انا كنت بكتير بقعد على الانستجرام، كنت بتابع يعني الناس اللي هم، وفي منهم موقع اسمه ده ميوزيك، ميوزيكلي، برضو شهر ناس كتير من غير شهرة، يعني ناس ما عملتش حاجة، يعني اتشهروا من اقل حاجة. انا كنت بتفرج وبتذهل، يعني في ناس، يعني احنا بدل ذكر اسماء ليهم، هو انا بتكلم دلوقتي على الفلوج الاول ده ليا، بتكلم عن حاجة كان بعض الحاجات شفتها في بعض الممثلين الكبار اللي هم على اليوتيوبر، ليدو، ديزل موهبة، توأم، شادي سرور، دول في مصر، في كتير في مصر، بس انا دول يعني اللي انا ناس كتيرة بتتابعهم. اولا نبدأ بليدو. ليدو ده انا اكتر كنت اكتر واحد بتفرج على فيديوهاته كان هو وشادي سرور. شادي سرور كان لسه متابعه بقاليش ايام، اما ليدو كنت بتابعه من زمان، من اول ما بدأ فيديوهاته. كان يعني بدأ فيديوهاته ضحك، هو بسم الله ما شاء الله في ضحك، وهو من نبغاته نبغة الضحك، خليك تضحك، خليك كده يدخل في قلبك، يعني تحس بيه اللي هو واحد واحد، تحس بيه اللي هو دخل الشخصية، دخلت في قلبك. في منهم ديزل، ما هو بقى نتكلم بس على ليدو. في فكرة، ليدو مشاهدين عنده 800,500، نسبة المشاهدين عنده 200,000، ما بتعديش ال 200,000، ما بتعديش ساعات، ما بتعديش ال 100,000. استغراب، ده ليدو ده ممثل كبير، يعني راحت فين الموهبة دي؟ المفروض تعدي المليون مشاهدة بكتيرهم. شادي سرور، شادي سرور ده عنده 2 مليون مشترك، ازاي وهو مشاهدين عنده 26 مليون؟ ليه الناس ما بتضغطش على سبسكرايب كده؟ هو يضغطوا على اللايك والسبسكرايب، يعني يخربوه، بس يكسروا الموبايل. ده شادي سرور ده في ناس بينقدوه، يعني ليه بينقدوه؟ يا جدعان في مصر هنا المفروض واحد بيعمل كده هو المفروض ندعمه، ندعمه مش نقلل من دعمه. يعني هو الواد، يعني شادي سرور، انا استغربت في حاجه، فيش فيديو جاي كتير ما بيطلعش يقول يا جدعان اضغطوا على السبسكرايب ولايك وبتاع، لا ما بيطلعش يقول، يعني من غير ما هو يقول يا جدعان. واحد هو دلوقتي بيصور فيديوهات في امريكا، مع صور فيديو اخر تقريبا، اخر فيديو مع نور ستار، صور معاهم فيديوهين تقريبا نور ستار. احنا بنتكلم دلوقتي على كل، هتكلم بلوكات على حاجات الممثلين، شهرة الممثلين بكتيره. بس انا بدأت اول فلوج ليا بالكلام على الناس اللي اتشهروا من غير حاجة، دي أول فقرة ليا. دي زي الموهبة، نسبة المشتركين عنده 150، ازاي ده واحد بقاله سنين على صفحة الفيسبوك، كبير 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 كبير، وبقيت ألف مرة أنا بتابعينه، أنا من الناس المتابعين على الفيسبوك، ازاي نسبة المشتركين عنده 150,000؟ يعني حاجة استغرابية، حاجة تجنن، ازاي دي ما تعرفهاش إجابة؟ الحقيقة ما تعرفهاش إجابة. ثانيا، التوأم بسم الله ما شاء الله، هما دلوقتي تقريبا بيمثلوا بره. كان اخر فلوج ليهم كان تقريبا عن الشطه ولا ايه، اللي هما بتابعهم كتير قوي. ديلا ده في الامارات. انا باذن الله يا جدعان عاوز اعمل فلوجات على كتير ممثلين كبار، اتمنى اللي هما تتابعوني يعني بامر الله، وتدوسوا على السبسكرايب لايك. وهنتكلم بكره عن شادي زرور، وباذن الله هجيب كل حاجه عنه، بدأ امتى وانت موعد ميلاده، طلع في برامج، هو اتعرض عليه فيلم مره شادي زرور، وقعد يعني يعمل البروفه بتاعته، ويجي سنه شادي زرور او 6 اشهر، في الاخر المخرج اتصل بيه وقال له، بعت له رساله على الواتس، مش اتصل بيه وقال له انا لغيت الفيديو، لغيت الدور بتاعك وبتاع. بس هو شادي زرور بسم الله ما شاء الله يا جدعان هيكسر الدنيا قريب، هو شادي سرور. ليدو الحقيقه يعني هو كان منزل فلوكات على اللي هو ايميله اتسرق، بس على فكره هو ما عجبنيش،
لان هو خلاني انا بقيت خايف والله العظيم. اول ما اتفرجت على اول فلوج بقيت خايف وعاوز اتابعه واشوف وبتاع. بس هو اللي هو عمله ده كده هو عمل، بس بسم الله ما شاء الله هو ممثل كبير، بسم الله ما شاء الله ليه، وده اكبر ممثل وده من معجبيني هو وشادي سرور ودي زموره. باذن الله يعملوا حاجه بامر الله، والتاني استنوني ويعملوا اشتراك سبسكرايب واشتركوا في القناه عشان هعمل فلوج بكره بامر الله عندي شادي سرور، وتابعوني وانا هعمل لكم كل جديد وكل حاجه. اي بص ابعتوا اكتبوا ابعتوا الاسم لينك الفيس بتاعكم، وانا هدخل اعمل معاكم فلوجات وابعت لكم طلب صدقه ونتعرف، عشان بكتير انا الناس اللي هي بتقعد في البيت ما بتعرفش وبتاع. فانا عاوزكم يكون ليا اصدقاء ويكون ليا متابعين بره وبتاع. انا هسيب اسمه ده الانستجرام بتاعي تحت، واسيب اسم الفيس بتاعي، واللي عاوزني يدخل يكلمني على اسم الفيس او الانستجرام عادي خالص. انا مش من الناس اللي هي مشهورة، انا عادي من الاشخاص الطبيعيين، بس تابعوني عشان هعمل لكم فلوجات جديدة عشان كل ليا اصدقاء. شكرا.